لفة جدع يفكها، لافف راسه لفة الجدع يفكها رزاق سيسي. كنت سبحان الله ربنا اداله طريق واختاره خطيرة جدا. جول ممكن، جول اتحاد، اتحاد يسجل هولت رزاق سيسي. بنتكلم عليه ومن عن الاتحاد اللاعب امام الزمالك. شوف الخطا والتمركز الدفاعي، كان عندهم بعض المشاكل الترجي في التايم الاول. شوف الستارت مع السرعه مع القرار، وجه قدم ولا في الاحلام، وجه قدم يا سلام يا سلام. بص شوف سيسييه يا رزاق، لسه بنتكلم على سيسييه وعمليه الرز، يحط الكره بوجه القدم، تمركز ضعيف دفاعي بالنسبه للترجي. تدريب الترجي يا خالد، يمشي على طول الترجي تاني من جديد، محاوله تانيه اماميه، يرجع على طول تاني. اخر تلت ساعة ترجي يقدر يعود في اي توقيت من عمر المباراة، شخصيته كده كذلك وهكذا علمنا الترجي. ممكن يعود هكذا، يعود، يحاول الترجي يعود، العرضية لكن ما تعديش، خطيرة جدا، ممتازة التسديد والهدف، الهدف الاول التعادل اهو. بقول لك الترجي يعود، جول، جول للترجي يا ولد على الترجي وجمال. انت كبير الترجي دولة، الترجي دولة كرة القدم. بص شوف العرضية، بص شوف العرضية، والترجي يمتع يمتع، يتعادل الان في احلى توقيت في عمر المباراة. قبل تلت ساعة تخبط الكرة في الزنفولي، تخبط الكرة في الحارس الزنفولي، والدفاع موجود، والترجي يأتي من بعيد ويسجل هدف التعادل.